استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة السفير رودي درامند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله. واستعرض جلالته مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية الطيبة الوطيدة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة وشراكة وثيقة والتي تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر في كافة المجالات. وأشاد جلالته بالجهود الطيبة التي بذلها سفير المملكة المتحدة لتعزيز وترسيخ هذه العلاقات العريقة، كما نوه جلالته بالدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الدولية وإسهاماتها المحورية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم. وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود السفير رودي درامند في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين، فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. Tremendous role being played by His Excellency Roderick Drummond, Ambassador of the United Kingdom, in bolstering the friendship and cooperation ties between the Kingdom of Bahrain and United Kingdom in all areas. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Kingdom of Bahrain, has decorated him with the Bahrain Medal of the First Class for his great efforts and contribution. وقد أعرب السفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا الدور الكبير لجلالته ودعمه المتواصل لتوثيق وتطوير علاقات الشراكة المتميزة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية وازدهارها.